نذهب مرة أخرى إلى سوهاج، ومعنا زميلنا أحمد الأفيوني مراسل إكسترا نيوز من مستشفى سوهاج التعليمي. أحمد، مساء الخير. مساء الخير أستاذة لميس، تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. بالفعل يعني أتواجد هنا في محافظة سوهاج. دعيني في البداية يعني أتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الحادث. منذ قليل أنهى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيارته لمحافظة سوهاج عقب اندلاع هذا الحادث في يعني تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم، وكان بدأ رئيس الوزراء برفقة 5 وزراء هم وزراء الصحة والنقل والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي لتفقد عدد من المستشفيات والاطمئنان على صحة المصابين في هذا الحادث. عقب ذلك يعني عقد رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا مع الوزراء في ديوان عام محافظة سوهاج. هذا المؤتمر أكد فيه رئيس الوزراء أن كل الدعم من الحكومة للمصابين وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، وقال رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر ب يعني تقديم أوجه الدعم الكامل لأسر الضحايا. أتواجد الآن في مستشفى سوهاج التعليمي هنا في هذه المحافظة. دعيني أستاذة لميس أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة الدكتور مع أحمد عز العرب، يعني مدير مستشفى سوهاج التعليمي هنا، لإطمئنان أكثر على صحة المصابين. دكتور أحمد، يعني بداية لو تطمني على صحة المصابين في هذا الحادث، ويعني أعداد المصابين ومدى الدعم المقدم للمصابين في هذه المستشفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبلت مستشفى سوهاج التعليمي حتى الآن 15 حالة، منهم حالتين للأسف توفاهم الله فور وصولهم. باقي الحالات تم تقييم الحالات تماما وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية اللازمة لهم. فور وصول إشارة المستشفى بالحادث تواجدت جميع الأطقم الطبية بالمستشفى والمستشفيات المجاورة، ووصل لنا دعم فعلا من جميع جهات المعنية في الدولة، والحمد لله الحالات أغلبها مستقرة تماما إن شاء الله، وكل الرعاية الصحية بتتقدم ليهم على أكمل وجه. دكتور أحمد، يمكن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أنهت منذ قليل زيارة لهذه المستشفى، وكانت وجهت بعدد من التوجيهات لرعاية المصابين. ماذا عن أبرز التوجيهات التي وجهت بها وزيرة الصحة خلال هذه الزيارة؟ طبقا لتوجيهات معالي وزيرة الصحة، هيتم نقل حالتين من المستشفى سوهاج التعليمي إلى معهد ناصر لاستكمال العلاج نظرا لحالتهم الحرجة، وبالفعل بيتم تجهيز الحالتين للانتقال فورا عن طريق الإسعاف وعن طريق الطيران الإسعاف. ماذا عن أكياس الدم وماذا عن طاقة المستشفى من الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية لاستقبال مثل هذا الحادث؟ كانت فعلا المستشفى مستعدة جدا للحادث، وكانت كل أكياس الدم متوفرة، غير ان احنا جانا كمية كبيرة جدا من المتبرعين فعلا تبرعوا بأكياس الدم. جميع المستلزمات والأدوية اللي محتاجة المستشفى متواجدة، وكل الجهات الخيرية بصراحة تبرعات لا تتوقف منذ بداية الحادث، والحمد لله كل الأدوية والمستلزمات متوفرة والأطقم الطبية كلها متواجدة منذ بداية اندلاع الحادث ده وحتى الآن. دكتور أحمد، لو توضح لي يعني الحالة الصحية للمصابين في هذا الحادث هنا في هذا المستشفى، المستشفى التعليمي بسوهاج هنا، يعني مثلا عددهم بالضبط، الحالة الصحية اللي هم متواجدين فيها حتى الآن. أغلب الحالات بتتراوح الإصابات ما بين كسور متفرقة بالجسم وكدمات وحالات ارتجاج ما بقى اشتباه ما بعد الارتجاج. في الحالات اللي كانت خطيرة في حالة واحدة، ودي اللي هيتم نقلها، دي بيبقى كان فيها نزيف بالمخ وكسور متفرقة وخلع بمفصل الحوض ومفصل الركبة. تم التعامل مع الحالة الإسعافات الأولية وتم إجراء اللازم لي، وهو الآن بيستعد لينتقل عن طريق الإسعاف إلى القاهرة إن شاء الله. فيما يتعلق بالحالات المصابة بإصابات خفيفة، يعني متى ستخرج من هذه المستشفى هذه الحالات، ويعني تفصيل أكثر؟ الحالات الخفيفة دائما بتقعد تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة حتى نطمن نتأكد أن ما فيش أي مصدر نزيف داخلي غير مرئي بالنسبة لنا فترة الحادث،
وبعد الاطمئنان عليهم بيتم مغادرة المستشفى ومتابعتهم بالعيادة الخارجية إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. إذا أستاذ لميس، كان هذا هو لقاؤنا مع الدكتور أحمد عز العرب مدير مستشفى سوهاج التعليمي هنا في محافظة سوهاج، حول للاطمئنان على صحة المصابين في هذا الحادث الذي وقع صباح اليوم هنا في محافظة سوهاج. وعودة إليك أستاذ لميس مرة أخرى في الاستوديو.